يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن من أعمال الخير أن يعتق رقبة أو يساعد في عتق رقبة، فكيف تكون المساعدة في ذلك؟ هل إذا هي كانت الرقبة مكاتبة، اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط ثم يعتق، فأنت تساعده على دين الأقساط، على دين الكتابة من أجل أن يعتق. فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. نعم.